لعبت موريتانيا النهارده لعبت بروح، لعبت برجوله، لعبت بكل حاجه يستحق الفوز. لعبت الجزائر ما ادتش، مفيش روح، مفيش رجوله في الملعب. جمال بالماضي ادار كل البطوله غلط في غلط. شوف جمهور الجزائر كله بيحيي لعيبه موريتانيا زي ما انتم شايفين، يستحق الفوز. رجاله لعيبه موريتانيا نفسها جت تشجع، لا تشجع جماهير الجزائر، وجماهير الجزائر بتشجعها بكل روح رياضيه. عندي كلمه بس، جمال بالماضي سي بون سي فيني، ما عندكش هيبه على المنتخب الوطني. تقدر تخرج من باب الواسع. دو كوب دافريك تاع الكاميرون زدنا خسرنا من كوت ديفوار، ما رحناش كوب دي موند، مازال غير تهدر، مدابز مع الصحافه، مدابز مع سي بون، ما نحتاجوكش. خلي التدريب لاهلي. جبت معنا كوب دافريك يعطيك الصحه، مي سي بون سي فيني خويا. رانا متاسفين نحن بالماضي، انتهت، عيشنا الاوهام، انتهت بالماضي. نهاية جيل وبداية جيل آخر. نهاية هذه يسموها نهاية. اليوم نورمالمون مباراة ترد الاعتبار. ما شفنا لا اعتبار، لا شفنا تشكيلة، لا شفنا تكتيك، ما شفنا والو. بالماضي أوت. شكرا. صفقنا له، شكرا ليه. 2019 أوت، 2021 أوت، 2022 أوت، 2023 بالماضي. مستاء حزين. بالماضي عطينا له فرصة الأولى في كاميرون 21، عطينا لك فرصة الثانية في قطر ما كانش، وهذه فرصة الثالثة سمح لنا باليوم. صاي نظن حكاية بالماضي مع المنتخب الجزائري انتهت اليوم 23 جونفي 2024، إليق تنتهي الحكاية. ما راناش قابلينك تزيد تقعد. عطيناك فرصة الأولى، عطيناك فرصة الثالثة، عطيناك حنا اللي قدمته للمنتخب الجزائري. احنا ماشي نكارين الخير، نقولوا لك شكرا جزيلا على ما قدمته، ولكن حان وقت الخروج. انظن تخرج من الباب الواسع خير من اللي تخرج من الباب الضيق. ما لا، استقيل اليوم. لعيبه مش حارين كما لعيبه مصر. احنا لعيبتنا ما هم حابين يلعبوا باردين. وبالماضي خلاص بزاف عليه وفي اخطاء كتير. احنا مش عايزين اللعيبه اللي فاتهم العمر على اللعب مع الجزائر وهم مش يلعبوا على التيشيرت. يا وخلاص ارحلوا ان شاء الله. مصر الثامنه ان شاء الله. احنا يا ان شاء الله مصر تدي النهائي، ونحبوا مصر ورحنا لمصر ودينا كاس امم افريقيا من ارض الكنانه. وتحيه الجزائر وعينا يا بالماضي. الله غام ما نساش شنو نهضر. 1 2 3 فيفا لاجيري. اخويا هذه ماهيش ايكيب، رانا تعبنا اخويا والله ما ايكيب. بدلونا ليكيب، لازم بالماضي من 2020 يدي درس، يبدل تشكيله والله ينسحب. ماهوش قادر يخليها اخويا، كاين يعطينا ما خير منه هو. علاه؟ يجي واحد كيما هذو جايبو كيما نبول الاعلام خليه، دائما خايبه مورا خايبه، خايبه مورا خايبه. على الاقل نشوفوها في ديمي فينال. ما هوش لعب هذا والله ما هو لعب. انتهت مباراة الجزائر يا جماعة، خلاص المنتخب رجع الفندق. الجماهير كلهم غضبانين وفضلوا، يعني مش عايز اقول تلفظوا او شتموا اللعيبة، ولكن كلهم غضبانين من اللعيبة. خلينا اكون صريح معاكم، المنتخب الجزائري لا يستحق الفوز، لا يستحق الصعود. انا مش هطلع جامل، انا بطلع اقول لك الحقيقة. منتخب موريتانيا النهاردة لعبوا رجالة في الملعب، ولكن منتخب موريتانيا لو بيلعب بالروح وبالاداء ده كل مباراة هيوصل نهائي. انا شفت 11 مقاتل النهاردة في الملعب. حاجة تانية في منتخب الجزائر، ما شفتش روح خالص في الملعب، ما شفتش لعيبة بتموت نفسها عشان تجيب التعادل. في لعيبة أصدقاء هيزعلوا من الكلام اللي بقوله، ولكن دي الحقيقة. ما شفتش الروح القتالية اللي كنت بشوفها في منتخب الجزائر في مصر في بطولة 2019. فاكرين جمال بالعامري لما وشه اتملى دم والتيشيرت اتملى دم وقام كمل كمحارب وكراجل في الملعب؟ ما شفتش الروح دي موجودة مع منتخب الجزائر النهاردة. ما شفتش أي حاجة من دي خالص في البطولة كلها. ما شفتش رياض محرز اللي أنا أعرفه، بشوف رياض محرز بيلعب على الواقف. مفيش غير يمكن بو نجاح وبليلي اللي كان عندهم روح شوية وسليماني، غير كده مفيش. بو نجاح اللي قاعد يبكي بكاء كتير جدا بعد البطولة، بعد الخسارة وبعد الخروج من البطولة، وبين طالب كمان.
ولكن باقي اللعيبه ما فيش روح، ما فيش حماس، ما فيش قتاليه في الملعب، وده اللي كان بيميز منتخب الجزائر في اي مباراه تانيه عن اي فريق تاني. الروح والقتاليه وحب الوطن وحب الفوز، ان هو روحوا جماهيرهم فرحانه. النهارده الجماهير المناصرين الحقيقيين بريجو وعصام وحكيم وابو بكر وباقي المجموعه، والله يرحم قاضي، ليه تروح الناس دي زعلانة؟ هم دول المناصرين الحقيقيين. في مناصرين تانيين جم انا ما اعرفهمش، ولكن المفروض لما كنت تبعت مناصرين كنت تبعت ناس تشجع، كنت تبعت ناس زي اللي بعتهم في مدرمان كده. اي نعم مدرمان كان ضد مصر، ولكن كان لازم تبعت ناس تشجع المنتخب وتخلي اللعيبة تخاف وهي بتلعب وتحس على دمها وهي بتلعب. ولكن زي ما قلت لك اللي حصل في البطولة ده سبب الهزيمه الاول انا بحملها لجمال بلماضي بما ان هو الكوتش. في ناس هتطلع تهاجمني وتقول لي وعلاش دخلك يا اخويا ما تتدخلش، لا انا بغطي بطوله منتخبك بيشارك فيها، من حق اتكلم على اي فريق ومن حق انتقد اي فريق طالما انتقاد فني وما فيش تجريح في حد. لو مش عاجبك كلامي ما تتفرجش عليا، ولكن هو ده اللي حصل. جمال بلماضي سبب الخساره. الجماهير الجزائريه النهارده كلها بصوت واحد شكرا بلماضي، خلاص ما تكملش بلماضي. واعتقد مش اعتقد انا اؤكد لك ان دي نهايه مشوار بلماضي مع منتخب الجزائر، وده كان لازم يحصل بعد مباراه الكاميرون وعدم التاهل لكاس العالم. ما تأهلش من الدور للدور الثاني في بطوله افريقيا في الكاميرون، ما تأهلش لكاس العالم، كان لازم يتقال له شكرا، ولكن الشعب سنده والجمهور سنده ووقف معاه. ولكن بلماضي ما قدمش جديد. انا عارف ان كمان جمال بلماضي لما يشوف الكلام ده يزعل مني، ولكن انا بنتقد انتقاد فني مش انتقاد شخصي. انا بحبهم كلهم على المستوى الشخصي، ولكن على المستوى الفني قصرته وقصرته كتير وقصرته كتير جدا، ولازم كلكم بلا استثناء تطلعوا تعتذروا للجمهور وتطلعوا تعتذروا للشعب. انتوا ما اديتوش 1% من واجبكم اتجاه منتخبكم واتجاه جمهوركم واتجاه شعبكم، لازم كلكم تطلعوا تعتذروا لهم، ولازم كلكم تطلعوا تعتذروا لهم مره واثنين وثلاثه لحد ما يسمح لكم الشعب. لان الشعب نص الجماهير، مش هقول الجماهير اللي الشركات جابتها، لا الجماهير اللي جت على حسابها، الجماهير اللي بتسافر وراكوا كل بطوله. ليه هشوف زروال النهارده بيبكي؟ ليه هشوف زروال اللي كل مباراه للمنتخب ما بيأثرش وبيطلع من جيبه الشخصي، ليه هشوفه بيبكي؟ ليه هشوف زروال اللي بيطلع من فلوسه الشخصيه ما حدش بيطلعه على حسابه، ليه هشوفه بيبكي؟ انتوا السبب اللي خليتوه يبكي النهارده، انتوا السبب حب الوطن اللي ما بيحبش يشوف وطنه خسران، انتوا كنتوا سبب اساسي في حاجه زي كده. بقول لك يا زروال ارفع راسك، انت عملت اللي عليك، انت وعصام وحكيم وابو بكر وباقي المجموعه عملتوا اللي عليكم رجاله، جيتوا شجعتوا منتخبكم، جيتوا من فلوسكم ما حدش طلعكم، ولكن هي دي الكوره يا صديقي. ان شاء الله تتعوض في بطولات ثانيه، وهارد لك لكل الجماهير الجزائرية. وبرضو موريتانيا دولة عربية، دولة شقيقة، لعبوا برجولة، يستحقوا التحية ويستحقوا ان احنا نشجعهم في باقي البطولة، هنكون معاهم في كل المباريات. كل التوفيق للأشقاء في موريتانيا، اديتوا مباراة قتالية، اديتوا مباراة رائعة، اديتوا مباراة عظيمة، ولكن اتمنى من كل قلبي الاداء بتاعكم يكون في المباراة اللي جاية زي ما كان في مباراة الجزائر، ما يكونش اداء مباراة واحدة فقط، اتمنى يكون موجود في كل المباريات علشان تذهبوا بعيد جدا في البطولة دي بإذن الله. وان شاء الله نشوف مصر في النهائي، والله من الاخوان الجزائريين. انا كنت في مصر شهر، انا قعدت في مصر شهر سنة 2019، وان شاء الله نشوف مصر شارع محمد فيصل واحنا الاشارة بالشيخ والاسكندرية والغردقة والناس المصريين كويسين، وان شاء الله نشوف مصر في الادوار القادمة ان شاء الله. الفرق العربية اتمنى لها كل خير. الحمد لله هذه الفوز منتخب موريتاني شقيق، يعطيه الصحة، ومنتخب جزائري منتخب كبير، عرض لك لهم.